نبقى في كركوك وفي الجانب الأمني، حيث نفذت شرطة طوارئ كركوك عملية دهم وتفتيش في منطقة النصر فجر اليوم بإشراف اللواء جمال طاهر مدير شرطة محافظة كركوك، وبقيادة العميد خطاب عمر مدير شؤون أفواج طوارئ شرطة كركوك. وأسفرت العملية التي نفذت بعد ورود معلومات استخباراتية واستحصال موافقة قاضي التحقيق، أسفرت عن اعتقال 22 مشتبها به، وذلك لعدم امتلاكهم المستمسكات الثبوتية، فضلا عن أنهم قد سكنوا كركوك من دون الحصول على الموافقات الأصولية. هذا وتم تسليم المعتقلين إلى المركز المختص لإجراء التحقيق اللازم معهم والتأكد من عدم ارتكابهم لجرائم في مناطق سكناهم الأصلية، فضلا عن التأكد من أنهم غير ملاحقين من قبل الأجهزة.